بالمناسبة سمحوا لي، التلفزيون مفتوح للجميع اخويا، ديال الانشطة ديالك وديال الحيوية ديالك وديال النشاط ديالك الحزب، وغادي تجي عندك التلفزيون. السيد اللي خدا الكلمة، انا عاد شفتو هادي واحد جوج الاسابيع في تازا، السي لشقا واخد الكلمة وكيتكلم ودار اجتماع وجات عنده التلفزيون، وفرحت اللي كنشوف السي لشقا بانه يعني كاين اشتغال اللي هو جاد، اللي كيشتغل واللي عنده الخدمة التلفزيون غادي تمشي عنده. ما يمكنش تمنعونا الوقت اللي ما كنتكلموش، حكومة ما كتكلمش وما كتاخذش الكلمة، كتقولوا لها حشمانة وما بغيتوش يتوجد الوجود وما كتواصلوش مع المواطنين. ولو كناخذوا المبادرة ونمشيو نمشيو للأحياء، كيقول لك علاش هزيتي الطوموبيلة ديالك وغادي تمشي للأحياء وغادي تمشي لوجدة وتمشي لهذا. ما كاينش شي واحد اللي غادي يمنعنا هذه الحكومة أنها تمشي تواصل مع المواطنين. هكاك باش نكونوا واقعيين، ومازال ما كملناش، ومازال غادي نمشيو نتواصلوا مع المواطنين ونصحوا ليه.